بارتفاع درجة حرارة الجو كترتفع نسبة المشاكل والصعوبات اللي كتواجهها خلال العمل ديالنا، خاصة بالنسبة للمهن الصعبة اللي كيمارسوها بعض النساء. في هذا الروبورتاج غنتعرفوا على هاد المهن وعلى الصعوبات اللي كتواجه هاد النساء أثناء ممارسة ديالهم لهاد المهن. رغم هذه الصعوبات كيبقى حب النساء للعمل ديالهم الدافع الأساسي لاستمرار النجاح. مع السبعة وخرجوا مع الجوج تيشيط لنا الوقت الحمد لله، تمشوا تنوجدوا الفطور وتنرتاحوا شوية مع الوقت على حسب الصهد والشمس، تتكون الخدمة شوية قاصحة ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد تنخدموا الوقت ديالنا هو هذاك، وتنحاولوا باش نقيوا الشارع، تنتمنوا من الناس تهما يقدرونا ويعرفوا بحساب هذه الخدمة حنا اللي تنديروا، وما يبقاوش تهما الناس يمرمدوا الشارع كيف ما تنقيو الحاله ديالهم، ينقيو حتى الشارع، يحاولوا يخليو الشارع نقي حتى هو. بينما النظافه مزيانه لينا كاملين، إلا نقينا الشارع نقينا حياتنا حنا كاملين. انا خدمة الاول مع رمضان حتى ديك الستة العشية ان شاء الله عاد فاش كنجي كنخدم حتى ال 12 ديال الليل عاد كنمشي في حالتي. انا مراه الشقه ديال الدار الشقه تمشي تخدمي، خصك الا ما جبتي الطرف ديال الخبز من هذيك البلاصه ما عندكش منين تجيبيه. الناس اللي تحطوا عندي الطوموبيلات ديالهم كل كيحط الطوموبيل ديالو ساعتين ثلاثه تما يجي له حليك درهم جوج دراهم، ملي كدوي معاهم تقول لك انا ساكن غير هنا. انا كنخلص البلاصه ديالي تنخلص 7200 ريال الشهر على هذيك البلاصه، تقول لك انا ساكن غير هنا وانت ما يليك والو وانت هادي وانت هادي. انا ماشي جابني العشق تما، انا كون عندي شي ولاد يخدموا عليا وعندي شي حاجه اللي زعما منين ندخل المصروف ديالي انا ما نجيش نوقف تما، ولكن الحمد لله انا خصني نخدم بالدراعي ديالي، خصني نجيب الطرف ديال الخبز ديال الحلال وما خصنيش نمد يديا، انا خصني نخدم حتى ما يبقى فيا ما يخدم. ١٦ عام وانا في الطاكسي، ١٦ عام 99 مني ما كيكونش رمضان كنخدم نهار ونبرك نهار، ياك نخدم نهار ونبرك نهار. رمضان كنبدا مع ١٧ الصباح كنخرج من داري، ١٧ الصباح الظهر كندخل لداري، كنصلي الظهر كنرتاح، نرتاح شويه نتكى شويه نخرج ثاني نخدم، تقرب المغرب ديك الساعه كندخل كأنا موجده البارح. انا مراه شويه كتجيني قاصحه وين انا ولفت متامره ولفت، انا ماشي تندير ديك الخدمه مع الصبا ولا تنتخاصم ولا نتقاطف على الكليان، انا هادي بلاصتي كنوقف هنا كنهز الكليان تراجي واحد ونزيد.